السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أصدقائي المبتدئين. هذه الطريقة اللي طلبتوني باش نعاودها لكم هي عودة لكم الخيط باش تبان لكم مزيانة. فيديوهات السابقين كانوا شوية ناقصين في السبيب، ما كيبانش بزاف. إذا غادي نشد هذه الحزمة كيما قلت لك، هذه الطريقة، هذه السبيب ديالي في الجرارة، هذه كنطويها هكذا وكنجمع هاد. كنخلي دابا هادي القفل، كنخليه هو الاخر باش نقفل به هاد الدورة. هادي كنجيب كنمشي هاد الخيط هذا وكندورو، كنديرو بزاف ديال اللفات على السنارة هكا على حسب الدورات اللي بغيتي دير، عدد الدورات 4 5. كل ما درتي الدورات بزاف ومقادين مزيان، كل ما السناره كتكون مزيره مزيان والحوته ما كتهربش من هذا هو الهدف، باش الحوته ملي تعلق في السناره ما تهربش. باش كنديروا لها فكاف في الاخر كما قلت لكم، نديروها في القفل. هذا القفل راه درنا في الاول، حنا صنعناه. هادو سمحوا لي الخيط كيتبعني. اذا هادي كانت هكذا كتبان لك، هكذا كتبان لك الطريقه باش كتجبد على اليمين هكذا، هكذا شويه على اليسار هكذا باش يدخل الخيط، وهكذا وهذا شويه اليسار جهه القفل هكذا هكا، وكنزير مجبر كما قلت لكم. خصك دير يديك باش تزير، دائما دير مقص ولا شي حاجه اللي تجربي هكا بهذه الطريقه هكا باش ما تاديش يديك. راه السناره لا دخلت راه ما كتخرجش في اليد الله يحفظك. ردوا بالكم دائما، دري صغار ما يكونوش هكا، نصحكم دري صغار ما يكونوش حداكم ملي تكونوا تصيدوا ولا ملي تكونوا غادي تصيبوا شي حاجه. كنقطع الريل ديالي هكذا بهذه الطريقة، وكنعزل العدد السنتيمترات اللي بغيت نلصقها في السنارة ولا ديريكت. اخويا العقدة هكذا هادي مزيان هنا.